كابتن جهاد، مساء الخير على حضرتك، مشرف ومنور. مساء الخير كريم عليك وعلى كل مشاهدينك. المباراه النهارده بالتاكيد فيها كثير من الحالات الجدليه، اكيد عند حضرتك الراي ممكن يعني نقطع بيه كل الشكوك. اتفضل يا فندم. والله يا كريم احنا هنتكلم في لقطتين مهمين، الماتش كله اختزلناه كل الماتش في لقطتين مهمين. اللقطه الاولى في الدقيقه 20 الشوط الاول في شك في تسلل في الهجمه، وبعد كده الكره كملت ودخول باهمال من حازم امام مدافع النادي الزمالك مع مهاجم النادي الاسماعيلي رقم 20 في منطقه الجزاء. الاول انا شكيت ان الفار ما استدعاش الحكم على ان في تسلل قبل كده، ما هو لو في تسلل ما فيش ركله جزاء. فمع مراجعه التسلل في نص الملعب ما فيش تسلل على لاعبي النادي الاسماعيلي، وبالتالي استمرت اللعبه وكان في دخول باهمال من حازم امام على مهاجم النادي الاسماعيلي، والاثنين ما لعبوش الكوره، يعني لا مهاجم الاسماعيلي لعب ولا مدافع الزمالك لعب، وبالتالي كانت ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لنادي الاسماعيلي. في ركله الجزاء اللي بقى تم احتسابها في الشوط الثاني نادي الاسماعيلي دي دخول محمود علاء مع مهاجم الاسماعيلي الشامي، والكوره دورت انا في كل الاتجاهات وكل الزوايا اللي جات لنا في البث المباشر او عن طريق التلفزيون النقل الموجود، ما لقيتش لا اهمال لا دفع ولا مسك ولا اي عقوبه او اي خطا على لاعب نادي الزمالك عشان يتم احتساب ركله جزاء لنادي الاسماعيلي، وكانت ركله جزاء خاطئه تم احتساب نادي الاسماعيلي. الغريبه يا كريم في اللقطتين الاثنين احنا معانا فار. اللقطه الاولانيه ما فيش استدعاء من الحاكم الفار يقول لابراهيم ان فيه ركله جزاء ما تمش احتسابها، واللقطه الثانيه كان لازم في استدعاء من الفار برضه يقول لابراهيم ان ركله الجزاء اللي تم احتسابها الاسماعيلي غير صحيحه.